سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده فحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا أمين نحن بنتابع الدراسة في موضوع ملكوت الله وكان آخر حاجة وصلنا ليها أن احنا اتكلمنا عن أو ابتدينا الحديث عن الحياة في الملكوت السماوي واتكلمنا شوية إيه طبيعة العالم السماوي السماء الجديدة والأرض الجديدة النهاردة نتابع الكلام في هذا الموضوع لكن عايزين نتكلم إحنا هيبقى شكلنا إيه احنا هيبقى شكلنا ايه فبولس الرسول بيقول سيرتنا نحن هي في السماويات سيرتنا نحن هي في السماويات يعني الجنسية بتاعتنا الحقيقية هي في السماء انت مصري انت امريكي لكن اهم من ده كله انت سماوي أنت سماوي، جنسيتك السما، وإحنا هنا مجرد سفراء عن الله، إحنا سفير، كل واحد مننا سفير أو سفيرة هنا على الأرض، فإحنا سفراء على الأرض ولكن إحنا جنسيتنا وبلدنا ومطنا هو في السماء وبعدين برزو بيقول, بيقول إيه؟ ان احنا بننتظر من السماء أن تبعت لنا مخلص هو الرب يسوع المسيح سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح يبقى الرب يسوع المسيح هيجي تاني هيجي كمخلص هو جه كمخلص خلص نفوسنا وأرواحنا من الخطية ومن اللعنة وتبعيتها ومن لكن المرة الجاية هيجي كمخلص من أجل فداء أجسادنا ومن أجل فداء الطبيعة أو الخليقة موضوع الخليقة اتكلمت فيه المرة اللي فاتت لكن إيه فداء أجسادنا ديه يعني يبدا الجسد يبدا الجسد بتاعنا ده الذي قال كده في عدد واحد وعشرين الذي سيغير شكل جسد تواضعنا خلي بالك من كل كلمه خلي بالك من كل كلمه الذي سيغير شكل جسد تواضعنا يعني الجسد بتاعنا ده جسد متواضع متواضع يعني ايه يعني مش في حاله كويسه قوي يعني حاله ضعيفه مش ممجده أوي. فهو يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده أنا عايزك تفكر في الموضوع ده شوية، عايزك تفكر في الموضوع ده شوية، أن الرب يسوع هيجي وفي مجيئه التاني هيغير الجسد بتاعك عشان يبقى على شكل جسد مجد المسيح، على صورة جسد مجد المسيح يعني مش حتى على صوره جسد المسيح وهو كان على الارض لا هيبقى على صوره جسد المسيح وهو في المجد وهو في السماء يا ربنا هيجي هيغير جسدك يبقى على صوره جسد مجد المسيح على صوره جسد مجد المسيح آه القديس يوحنا الراي في رؤية واحد وصف كتير قوي عن مجد المسيح في السماء فهنا بولس الرسول بيقول انه هيغير الجسد بتاعنا على صورة جسد مجد المسيح ولما يغير الجسد ده هيبقى ده الجسد اللي هنعيش بيه حياة أبدية في الملكوت السماوي كرونسس الأولى 15-50 يقول أقول هذا يا الأخوة إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد يعني لحم الدم اللي هو الجسم بتاعي ده اللي هو عباره عن لحم ودم قال مش هو ده اللي هيرث ملكوت الله لازم ده يتغير لان ده الفاسد ده ده فاسد جسد فاسد جسد فاسد بمعنى انه فيه عوامل الفساد جسد فاسد لانه بيخطي جسد فاسد لانه بيمرض جسد فاسد لانه بيموت قال مش هو الجسد ده اللي هيرث الملكوت ولكن الجسد ده يتغير علشان يرث الملكوت لكن مش معنى كده إن احنا هنكون مجرد أشباح أو خيالات في السماء لا هنكون فعلا لينا جسد حقيقي جسد حقيقي ولكن الطبيعة بتاعته اختلفت طبيعة بتاعته اختلفت. جسد حقيقي مشابه لجسد المسيح في مجده. لو تفتكروا بعد القيامة المقدسة. في إنجيل معلمنا لو أربعة وعشرين. ظهر الرب يسوع لتلاميذه قال لهم سلام لكم فبيقول جزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي اني انا هو جلسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال هذا اراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح متعجبين قال لهم عندكم ها هنا طعام فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فاخذ واكل قدامهم يعني المسيح اللي صلب ومات هو اللي قام وعرفوه ان هو ده المسيح، فالجسد اللي هنقوم به هو جسد حقيقي ولكن له طبيعة روحية مختلفة، طبائع روحية مختلفة، جسد ممجد جسد ممجد يعني ايه يعني دخلت فيه طبيعه المجد الالهي الخليقه الجديده انا بيقول ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت وهذا كله كساره جديدة. المفروض ان احنا عايشين في عربون الكلام ده دلوقتي لكن مش واضح او مش باين للناس ان احنا عايشين في ده ولكن كل ده هيظهر بقى على حياته عندما ياتي الرب يسوع ونعيش في العالم السماوي الملكوت الله السماوي الجسد الجديد اللي هنلبسه او اللي هنتغير ليه هيبقى جسد روحاني ليس له غرائز الجسد العتيق، الجسد العتيق بيشتهي لكن الجسد الجديد مالوش الغرائز العتيقة، فبولس الرسول بيقول في كورنثس الأولى وأربعين يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يعني ما مني لما بقول الجسم بتاعي وبتاعك حاليا هو ده جسم حيواني حيواني يعني يعني حيواني في كتير قوي من غرائز الحيوانات او طبيعه الحيوانات ولكن الانسان مميز عن الحيوانات بالعقل والنطق فقال ان الجسم الحيواني ده هيزرع ولما يزرع يطلع هو نفسه بس يطلع تاني بطريقه تانيه انه يبقى يقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني انا احب اقرا لكم كورنثوس الاولى 15 الجزء اللي اتكلم فيه بولس الرسول عن اجساد القيامه لانه مهم قوي هو احنا بنسمع الفصل ده للاسف بنسمعه في الجنازات وبعد كده ما نحبش نسمعه تاني عشان بيفكرنا بموضوع الجنازه لكن هو في الواقع هو بيتكلم عن الحياه الجديده بعد القيامه فهو محطوط مش عشان نجزع منه محطوط عشان احنا نامل ونفكر في الجسد الجديد اللي هناخده بعد القيام واللي هنعيش فيه إلى الأبد في السماء. فشوف كده بولس الرسول في كورنثس الأولى 15 يقول, يقول يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسد وبأي جسم يأتون؟ يعني بيقول في ناس بتسأل ازاي هنقوم وهنبقى بأي جسم والجسم طبعا هنقوم به هو الجسم اللي هنعيش به إلى الأبد في الملكوت السماوي فبولس بيرد في كورنثوس الأولى 15 36 يا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت أنا أشك في ترجمة كلمة الغبي دي إنها تبقى يا غبي يعني أعتقد أعتقدش إن بولس الرسول هيقول بالطريقة دي ربما يكون يقصد هبقى ارجع طبعا للاصل اليوناني فيها ربما يقصد يعني انت مش واخد بالك يعني فبيقول لك انت مش واخد بالك او ما انتش فاهم الموضوع كويس لكن كلمه يا غبي دي يمكن شديده شوي فسامحوني ان انا بقولها يعني فبيقول يا غبي الذي تزرعه لا يحيا ان لم يمت والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي ولكن الله يعطيها جسما كما أراد ولكل واحد من البذور جسمه ليس كل جسد جسدا واحد يعني بيقول انت ما بتجيب حباية افترض معاك حباية قمح بتزرعها لما بتزرع الحباية دية مش بتطلع هي نفسها الحباية لا بتطلع حاجة تانية تطلع سنبلة وبدل الحباية الصغيرة دي ربنا ادى للحباية الصغيرة دي نعمة وقدرة انها تصير سنبلة وفيها حبات قمح كتيرة قوي وبشكل جميل قوي فانت لو تخيلت ان الجسم بتاعي او الجسم بتاعك ده مجرد حباية دفناها في الارض فبولس الرسول بيقول ان الحباية دي هتطلع حاجة تانية خالص مجد مجد كبير قوي يعني لو جبت حباية قمح حطيتها هنا محدش هيشوفها لكن الحباية دي لو زرحتها وطلعت السنبلة وجبتلك لك السنبلة ومسكتها كل الناس هتشوفها ليه لأنها بقت حاجة كبيرة وبقى ليها مجد وليها شكل وليها جسم تاني خالص فده اللي هيحصل في الملكوت السماوي إنه الجسد الضعيف بتاعي ده هيتزرع فعلا في الأرض ولكن هيطلع حاجة تانية خالص هيطلع حاجة تانية خالص ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد اخر وللسمك اخر وللطير اخر واجسام سماويه واجسام ارضيه لكن مجد السماويات شيء ومجد الارضيات اخر مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر مجد النجوم آخر لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد قال يعني الأجساد اللي تزرع دي احنا بنزرعها جسد أرضي جسد أرضي الجسد بتاعي ده جسد أرضي متاخد من التراب لكن هيطلع جسد سماوي طب وانت الجسد بتاعك هيبقى ايه؟ هيبقى جسد سماوي طب وانت الجسد بتاعك ايه؟ جسد سماوي هل الاجساد كلها تبقى زي بعض لو زي بعض يبقى احنا نتخلط مع بعض مش هنعرف نفرق بيننا وبين بعض ابقى انا زي باسم ولا زي مجدي ولا زي دبيد ولا لا كل واحد هيبقى مميز عن التاني وكل واحد ليه مجد عن التاني يعني مثلا لما تبص في السماء ما تلاقيش الشمس زي القمر زي النجوم برضه احنا كلنا في السماء هيبقى لينا مجد صحيح ولكن مش كلنا زي بعض نجم يمتاز عن نجم في المجد يعني مجد الانبا انطونيوس غير مجد الانبا ابراهام غير مجد الشهيدة دميانة غير مجد البابا كورولوس كلهم صحيح في مجد بس كل واحد له مجد خاص بيه وصورة خاصة بيه صورة خاصة بيه هكذا ايضا في قيامه الاموات لما نتكلم عن قيامه الاموات يعني احنا بنتكلم عن الملكوت السماوي اللي احنا رايحينه قال لك يزرع في فساد ويقام في عدم فساد غالبيه الناس لما غالبيه الناس لما بتموت وتدفن في الارض بتبقى عندها امراض او شيخوخه صحيح في أطفال بيموتوا شباب لكن غالبية الناس بيموتوا بسبب فساد الجسم نفسه سواء من المرض أو من الشيخوخة و... وفي ناس بتموت بسبب فساد الطبيعة زي اللي بيموتوا في حوادث وكوارث والكلام زي ده فبولس بيقول احنا احنا بنزرع في فساد احنا لما هنزرع في الارض هنزرع في فساد لكن لما هنقوم هنقوم في عدم فساد فده دين انطباع ان انا في العالم السماوي هبقى الجسم بتاعي في عدم فساد ده مش كده وبس قال يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في هوان ويقام في مجد ده في ناس بتدفن او بتموت وبتدفن بهوان شديد زي الشهداء لما بهدلوهم مثلا او زي واحد لما حد متطرف يمسكه يقتله ويبهدل فيه هوان ولكن في السماء في العالم السماوي هيقوم في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا فده يقول لك انك انت في السماء في العالم السماوي انت في العالم السماوي هيبقى الجسم بتاعك والجسم بتاعك هو جسم روحاني هكذا مكتوب ايضا صار ادم الاول صار ادم الانسان الاول نفسا حيه وادم الاخير روحا محيا ادم الاول اللي هو آدم أبونا آدم ده كان نفسه حية ولكنه كان من التراب وآدم الثاني هو الرب يسوع ولكن الرب يسوع محي هو بيدينا حياة أبدية روحا محية لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني يعني هو مين جاء الأول آدم الأولاني ولا المسيح اللي جاء الاولاني مين ادم اللي هو الترابي ادم الاول وبعد كده جاء المسيح اللي هو ادم الروحاني انتوا معايا ولا سرحتوا ها تسرحوش عشان دي حاجه مهمه قوي الانسان الاول من الارض ترابي المفهوم ده بيتكلم عن مين؟ عن ادم والانسان الثاني الرب من السماء يبقى بيتكلم عن مين؟ عن المسيح كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا وكما هو السماوي هكذا السماويون ايضا في ناس من دلوقتي ابتدت تحدد سكتها من دلوقتي ان هي تمشي ورا ادم الترابي وتفضل تراب ولا تمشي ورا ادم السماوي ويبقى ليها مكان في السماء هنا بقى الكلام عدد تسعه وكما لبسنا صوره الترابي سنلبس ايضا صوره السماوي زي ما انا لبست صوره الترابي انا دلوقتي لابس صوره ادم الترابي انت دلوقتي لابس صوره ادم الترابي انت دلوقتي لابسه صوره ادم الترابي زي ما احنا لابسين صوره ادم الترابي دلوقتي هنلبس بعد كده بعد القيامه من الاموات صوره السماوي صوره مين صوره المسيح انا عايزك وعايزك كل واحد يدي لنفسه فرصه ولو دقائق يفكر في الموضوع ده ان انا هيجي يوم تشوفني مش بالجسد ده انت هتشوفني بنعمه ربنا طبعا هتشوفني هتشوفوني بصورة جسد المسيح السماوي على شكل صورة مجده وانت وانت لو احنا ماشيين فعلا وعايشين في النعمة وما سقطناش من النعمة يبقى هيجي يوم هنشوف بعض ونشوف كل واحد فينا يشوف التاني وهو لابس صورة المسيح في المجد بتاعه. فاقول هذا ايها الاخوه ان لحما ودما لا يقدران ان يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد. انا قبل ما ندخل في الملكوت السماوي الابدي بعد القيامة من الأموات هنتغير هنتغير ونلبس شكل جسد المسيح في مجده وهذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ده سر بيقوله بولس بيقول لن نرقد لا نرقد كلنا يعني مش كلنا هنموت يا رب يا رب دايما اقول له كده يا رب يبقى مجيئك الثاني وقيام الاموات تبقى وانا عايش على الارض ساعتها مش هموت لو جه المسيح في ايام حياتك او في ايام حياتك مش هتموتوا مش هتدوقوا الموت لكن هيحصل ايه؟ ده اللي بيحكيه بولس الرسول قال سر أقول لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم الفساد ونحن نتغير يعني يعني افترضوا المسيح جه للادي افترضوا المسيح جه للادي واللادي كانت ليلة القيامة الأموات وإحنا عايشين ربنا دي طولة العمر فإحنا عايشين والمسيح جه للادي فإيه اللي هيحصل قال الأموات اللي في المدافن هيقوموا بس مش هيقوموا بالجسد الحيواني او الجسد الترابي او الجسد الفاسد بتاع زمان ولكن هيقوموا عديم فساد يعني ايه عديم فساد يعني هيقوموا لابسين جسد القيامه اللي هيعيشوا بيه الى الابد في السماء طب واحنا ما هو لو جه النهارده واحنا عايشين طب واحنا هيبقى نعمل ايه قال احنا نتغير في لحظه في طرفه عين تخيلوا كده واحنا قاعدين كده لو جه المسيح دلوقتي ولقى كل واحد مننا ابتدى الجسم بتاعه يتغير ويطلع منه نور سماوي ومجد سماوي وكل واحد بقى يتكشف على طبيعته بقى في المجد الالهي فانه سيبوق عند صوت البوك الأخير فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد إيه هو الفاسد ده؟ وبيتكلم عن إيه؟ عن الجسد بتاعنا بيقول إن الجسد الفاسد ده لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت فالجسد بتاع المائد ده هيلبس عدم موت يعني يلبس ايه لما اقول عدم موت يبقى ايه حياه ابديه مش كده حياه ابديه فاصبح الجسد مش مجرد انه جسد ممجد على صور جسد المسيح في مجده لكن جسد له طبيعه الحياه الى الابد، له طبيعه الحياه الى الابد، ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد، ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمه المكتوبه ابتلع الموت الى غلبه، اين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية أما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح إذا يا إخوة الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب حاجة جميلة بصراحة يعني لو الواحد حطيتها في ذهنه يبتدي يراجع نفسه ويراجع حياته أنه لازم يعيش برجاء الحياة الأبدية ده ويعيش بمفهوم آخر ومنطلق آخر وأساس آخر هذا الجسد زي ما قلت لكم وزي ما قال بولس الرسول الخطيه ملهوش سلطان عليه فما فيهوش غرائز الجسد العتيق وهيبقى جسد ممجد حينئذ نضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم وهيكون له قدرات وطبيعة أخرى يعني لما تسمع عن الرب يسوع أنه كان بيمشي على المية فده يقول لك ده لك يعني إشارة إلى طبيعة الجسد الممجد اللي أنت هتاخده ان يبقى قدرات خاصه لما كنت بتكلم عن اورشليم السماويه مدينه اورشليم السماويه وقلت ان الوصف اللي وصفه سفر الرؤيا والمقاسات اللي وصفها سفر الرؤيا لو خدناها بطريقه حرفيه تقول لنا ان مدينه اورشليم السماويه دي ليها مش اقل من 600 طابق او 600 دور يعني فحد سألني قال لي: طب هو هيبقى فيه أسانسير عشان نطلع الستمائة 600 دور دول؟ وهيبقى فيه كم أسانسير عشان ياخد العالم ده كله؟ دي تبقى أسانسيرات داخلة نازلة طالعة كده ولا إيه؟ لا، هو طبعًا ما هياش حاجة مادية، مش أدوار مادية أو مباني مادية زي ما، زي بتتخيلوا أو ممكن تتخيلوا. لكن في نفس الوقت اللي عمل اورشليم السماوية هيدي للجسد نفسه بتاعنا قدرات عجيبة بحيث انه ممكن تطلع وتنزل مش محتاجة اسانسير ده ولا السوبر مان ده انسى السوبر مان والحاجات دي وستار تريك والحاجات دي ده دي حاجات ولا حاجة جنب الحقيقة اللي يعني مجرد يعني اعتقد كده انه مجرد انك بتفكر مجرد تفكر ان انت عايز تطلع الدور ال 400 تلاقيك في الدور ال 400 مثلا يعني فالجسد بتاع المسيح اللي خلاه يمشي على الميه واللي خلاه يدخل والابواب مغلقه ما دي برضو موضوع عجيب قوي يعني كل واحد هيبقى له منشن او هيبقى ليه قصر هناك طب و... هيبقى كل واحد له مفتاح ويقفل على القصر بتاعه ولا ازاي هندخل ونخرج لا ما هو الجسد نفسه كلها عالم روحاني والجسد ليه قدرات روحيه انه حتى على الارض المسيح ورانا طبيعه عجيبه للجسد الممجد انه يدخل الابواب مغلقه تخيل كده يعني وانت قاعد في القصر بتاعك في السماء وتلاقي مثلا ابونا ولا تلاقي جوه جوه القصر بتاعك تقول له دخلت ازاي يا ابونا لك ما انت برضه نفس الحكايه كلنا لينا قدرات عجيبه القدرات بتاعتنا في العالم السماوي تمتد ايضا للمعرفه بولس الرسول في كورنثس الاولى 13 تسعة يقول اننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض، يعني يعني احنا دلوقتي معرفتنا قد كده، صغيرة خالص، بالرغم من اتساع العلم والمعرفة اللي في العالم ده اللي حصل، والطفرة المهولة في التكنولوجيا، لكن مع ذلك المعرفة بتاعتنا محدودة حالياً لكن لما ندخل بقى في طبيعة الجسد الجديد في العالم السماوي هيبقى لنا معرفة كاملة سيفضل ما هو بعض يعني المعرفة القصيرة ما تبقاش موجودة تبقى المعرفة الكاملة يعني أنا بقى يعني بندهش إن إحنا بناخد المناقشات الروحية أو البعض بياخد المناقشات الروحية بطريقة فيها خناقات وممكن حرمات وده يحرم ده وده يحرم ده ده فاكر إن هو عارف كل حاجة وده فاكر إنه عارف كل حاجة يا حبيبي لا أنا ولا أنت عارفين حاجة كل اللي عارفينه قد كده لكن هناك في السماء هنعرف كل حاجة لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل يعني ما أنا كنت صغير قد كده كانت المعرفة بتاعتي قد كده لما بقيت راجل بقت المعرفة بتاعتي كترت مش كده؟ أنا عايز أقول لك بقى حاجة تاني، إنه حتى دلوقتي وأنت راجل أو أنت في في السن بتاعك الكبير دلوقتي، ما زلنا نعرف بعض المعرفة، كأننا أطفال في الروح، ولكن لما نروح في العالم السماوي، هنعرف بقى حاجات مهولة جدا، حاجات كبيرة جدا، وحاجات كاملة جدا فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه عن يعني زي اللي شايف بيبص في مراية وقدامه لغز بيحاول يفهمه أو يحله طب ما احنا بنتكلم كتير عن الله هل احنا شفناه بعينينا وفهمناه ده هيحصل في العالم السماوي طب ما احنا بنتكلم عن المسيح كتير كل اللي احنا بنتكلمه ده بالايمان لاننا بنحبه ولكن حقيقة الامر احنا نعرفه على حياته لما هنشوفه وجها لوجه فبولس الرسول بيقول ايه الان اعرف بعض المعرفه لكن حينئذ سأعرف كما عرفته يعني زي ما هو عرفني مش هو عرفني دلوقت إن معرفة المسيح ليا ناقصة ولا كاملة؟ معرفة الله ليا ناقصة ولا كاملة؟ كاملة طبعا لكن معرفتي ليه ناقصة فهو بولس الرسول بيقول إيه؟ إن هناك بقى لما نروح في العالم السماوي هنعرفه وجها لوجه وجه ونعرفه زي ما هو عرفنا هنعرفه زي ما هو يعرفنا فهيبقى لينا قدرات جديدة للمعرفة ملكوت الله وقدراتنا للمعرفة في ملكوت الله تخلينا نعرف بعض يعني احنا زي ما قلت لك في البداية احنا مش مجرد أسباح هنتلخبط في بعض ده هنعرف بعض كويس قوي ولما نشوف الادسين هنعرف الادسين ونقدر نميزهم ده لما جاء موسى اولية مع السيد المسيح على جبل التجلي بطرس عرف ان ده موسى وان ده ايليا طب ازاي ممكن من طريق كلامهم ممكن بنروح كشف ليه فأنت لما تروح السمع تندهش أنك أنت هتعرف مين موسى ومين إيليا ومين أشعية ومين, ومين أرمية ومين حسخيال وتعرف قديس الكنيسة ماري مرقص أم ببرام أم تونس السيدة دميانة ماري جرجس وتعرف جدك وجدتك وجد جدك وتعرف حبايبك كلهم وتعرف اصحابك وقرايبك كلنا هنعرف بعض هنعرف بعض مش هنتلخبط في بعض لما داود ابنه مات كانوا مفكرين ان هيعمل مناحه لكن ما عملش مناحه على ابنه في سفر صمويل الثاني اصحاح 12 في عدد 23 يقول ايه أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إلي يعني إيه؟ يعني ما أنا رايح أشوفه أنا رايح أشوفه وأعرفه فداو كان متأكد إنه هيشوف ابنه وإنه هيعرفه قصة الغني والعازر تؤكد إن إن في السماء أو في العالم الآخر الناس هتعرف بعض يعني الغني بيتكلم إبراهيم بيقول له يا أبي إبراهيم يا أبي إبراهيم حتى شاف العذر فحنه قال له ارسل العذر يعني إيه يا غني يعني أنت لما رحت العالم الثاني عرفت إبراهيم آه عارفه شفته وعرفت أن ده العذر اللي كان مرمي عند بيتك آه عرفت أن ده العازر فاحنا هنعرف كل الناس ونعرف الناس اللي قابلناهم في حياتنا بل ان بولس الرسول في تسالونيكي اثنين في عدد 19 يقول من هو رجاؤنا وفرحنا وكليل افتخارنا ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه لانكم انتم مجدنا وفرحنا بيقول لأهل تسالونيكي إن إحنا لما نروح قدام المسيح في الملكوت السماوي أنتوا تبقوا المجد بتاعي وأنتوا تبقى الفخر بتاعي. يا يعني أنت هتعرف بتاع تسالونيكي يا بولس الرسول وتقول للمسيح هم دول اللي أنا خدمتهم وهم دول اللي أنا تعبت معاهم وهم دول اللي قبلوني الفرح يعني متخيلة كده أنا لما أروح عند المسيح أقول له شوف بقى رب يسوع، دول بقى بتوع ماري مرقص، دول ناس ليهم وضع خاص عندي، ودول بتوع ماري مرقص في كولورادو، ودول بتوع العذرة في أرض الجولف، يعني الحتت اللي الإنسان خدم فيها، وحب الناس والناس حبوه، يا قدام المسيح، يقول دول مجدي، ودول افتخاري، أنا بطمنكم. أما أروح قدام رب المجد هفتخر بيكم وهبقى فرحان إن أنا في يوم من الأيام خدت بركتكم أقول لهم دول اللي أنا اتباركت بيهم في أيام الأخيرة على الأرض في تسالونيك الأولى, الأولى إصحاح أربعة 14 يقول الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه يعني لما نبتدي بقى حياه القيامه والعالم السماوي يسوع هيجي معاه الناس اللي كانوا رقدوا وبعدين بيقول ونحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاه الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. اما يجي المسيح ونبتدي الحياه في الملكوت السماوي الابدي يبقى في حفله حفله لقاء حلوه وحفله ريونيون اعاده جمع الشمل لكل الناس الراقدين مع الاحياء. والحاجة الحلوة اللي أختم بيها في سفر رؤية ثلاثة خمسة من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته يعني لو هتغلب في الروح وتطلع منتصر المسيح يعترف باسمك المسيح يعترف باسمك يعني تبقى قد ايه لما يقول يقول قدام الاب والملائكه اه ده ابونا ابونا فلان انا عارفه ده الاخ فلان وعارف تعبه دي الاخت فلانه وشفت تعبها وعارف تعبها في السماء فموضوع الحياه في الملكوت السماوي هو حياه في اجساد روحانيه مميزة بمجد مميز لكل شخص ربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين <applause>